ماشي، من غير كسوف، ليه دايما صورك وظهورك مع مي عز الدين بيثير الجدل والإشاعات؟ هو لسه بيصير؟ ما اعتقدش. لا انا لحد النهارده ما حقيقي ما اعرفش يعني، ما يمكن عشان انتوا اصحاب جدا. ويمكن عشان احنا برضو في، خدي بالك احنا مجتمع شرقي برضو، ايه لسه ناس كتير قوي ما فهموش فكره من الصداقه بين الرجل والانثى يعني ممكن. بس احنا يعني صحاب بقى لنا داخلين في 15 سنه صحاب، يعني صحاب يعني كنا خلاص بقى يعني من زمان. لو في حاجه، هو لو واحد مع واحد هيقعدوا مع بعض 15 سنه كده ومحدش يعرف عنهم حاجه، ده احنا نبقى يعني لا يعني اصدقاء جدا يعني. ما هي اختي فعلا بجد.